بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي طلبة كلية الهندسة بجامعة الملك خالد قسم الهندسة المدنية المستوى العاشر، معكم دكتور محمود حسين لاستكمال كورس الفاونديشنز انجينيرينج 2. النهاردة هنتكلم على شابتر 4 في الكورس اللي هو الستريب فوتينج ويز بيم. أول بارت في الشابتر بتاعنا اللي هو التعريف بتاع الستريب فوتينج. طبعا احنا خدنا الستريب فوتينج في الفاونديشنز انجينيرينج 1، ولو تفتكر كنا بنقول ان انا عندي حيطة بالشكل دوت، عايز احط لها قاعدة، ما ينفعش احط لها قاعدة مالها قاعدة منفصلة. فبنعمل ايه؟ بنبتدي نعمل قاعدة طويلة بنفس طول الحائط بتاعي وليها عرض معين اسمه PRC، وطبعا بيبقى تحتيها الخرسانة العادية. بس لما اجي اصممها مش هبتدي اصمم كل طول الحيطة، كنا بنصمم بناخد شريحة عرضها كام؟ 1 متر، ونبتدي نصممها ونحط الحديد فيها. ده اللي احنا خدناه في السات 1. لكن اللي احنا هنتعرض ليه في السات 2، لو انا عندي عمود زي ده وعمود زي دوت وفي مشكلة في التربة تحت، التربة ممكن يحصل differential settlement لو انا عملت قاعدة هنا وقاعدة هنا وحاولت ربطتهم، ممكن الكاميرا دي تنكسر. فعايزين اساس ذو جفاءة عالية، الريجيديتي بتاعته عالية جدا. فبنبتدي نفكر في الستريب فوتينج. الستريب فوتينج تقول لي الستريب فوتينج دي ضعيفة، هقول لك لا، هناخد الستريب فوتينج ديت with beam. ده اللي احنا نتكلم فيه. يعني في كاميرا هنا هتاخد الاحمال بتاعة العمدان ديت وتوزعها على القاعدة اللي تحت، ونبتدي نصمم السيكشن ده. حتى في بعض البلاد بتقول عليها دايما عايزين نصممها تي سيكشن، يعني هي تي سيكشن، وفعلا هي شكلها لو تبص من هنا كده هنلاقيها شكلها عامل زي ايه، تي سيكشن المقلوبه هنا اهو، واضح. طيب ايه الفكره بتاعه الستريب فوتينج؟ الستريب فوتينج ببساطه خالص، انت لما بتحط الاحمال هنا فبيجي لي الستريسز يونيفورم تحت القاعده بالشكل ده. طيب طالما الستريسز بالشكل ده هيجي لي مومنت بالشكل ده، المومنت ده جاي نتيجة مين؟ نتيجة الديفورميشن شيب بتاع مين؟ بتاع القاعدة. بضغط هنا فالقاعدة يحصل لها ديفورميشن بالشكل ده، فتبتدي الشروخ تحصل لي هنا. فعشان ما فيش شروخ تحصل لي هنا اعمل ايه؟ اروح حاطط الحديد بتاعي هنا. ده بالنسبة لمين؟ للقاعدة. ولكن بالنسبة للبيم لا، ده البيم بتاخد بقى حمل وبتديه تحت، بتديه للقاعدة بتاعتي، فتبتدي اصمم البيم زي ما احنا تعلمنا تصميم البيم في الرينفورس الكونكريت 1 والرينفورس الكونكريت 2، وده اللي هنبتدي نتعرض ليه في الأجزاء القادمة إن شاء الله. شكراً.